أمام التزايد الكبير بعدد الإصابات الذي بدأ بتسجيل أرقام قياسية منذ شهر تموز، خصوصاً بعد فتح البلد، نبه الأطباء من موجة ثانية لكورونا، فهل نعيشها في لبنان؟ لما بتحكي بأول موجة أو تاني موجة بتحكي إنه لما بيصير في تغيير جذري بالفيروس، أوكي، يعني بده يختفي الفيروس كلياً، بده تختفي الإصابات كلياً وترجع بعدين ترجع تبلش من أول وجديد. الوباء يلي رح متوقع إنه تطلع الإصابة تطلع إلى أعداد عالية كتير، بعدين ترجع تنخفض، هذا بيكون خلصت الموجة، بعدين منشوف إصابات خفيفة، كل يعني أعداد قليلة رح تضل موجودة. ليس من المتوقع التغلب على الوباء إلا بحالتين، إما تطوير مناعة جماعية تعرف بمناعة القطيع أو تأمين لقاح فعال للفيروس، ويظهر أن مناله ليس بالقريب. ففي ظل ارتفاع أرقام الإصابات وغياب ما يردعها قليلاً، يتسلل الخوف إلى داخل السجون اللبنانية. فهل الأرقام التي تسجل داخل السجون وخصوصاً سجن رومي حقيقية أم أنها مجرد ذريعة للضغط على إقرار قانون العفو العام؟ هي أرقام حقيقية ونحن منتظرين حتى تزيد، يعني نحن بالمبدأ بتعطي اكتظاظ السجون وكل المناطق اللي فيها اكتظاظ حيالله محل، يعني بس يكون عندك 5000 شخص بسجن كتير هين العدوى. هلأ عندنا تقريبا شي 350 سجين يمكن مصاب، بس إصاباتهم كتير طفيفة ومنهم خطرة، وعلى كل الدولة وزارة الصحة أخذوا قرار بعزل قسم كبير منهم، وحتى الناس اللي بحاجة للمستشفيات كمان عزل أقسام بمستشفيات. فإذا ما في طبيا ما في خوف أبدا أنه يصير في شيء غير اعتيادي. المهم أنه يلتزموا السجناء نفسهم بالاحتياطات والإرشادات. وإذا كان ممكناً فصل السجناء المصابين بكورونا عن غير المصابين في سجن رومية، هل يمكن اتخاذ الإجراء نفسه في السجون الأخرى أم ننتظر إمكانية حدوث الأسوأ؟